انا اليوم في الوينتر جاردن. المكان وان بس كتمه يا جماعه كتمه. يا اخي الشجره هذه مره مزعجتني. يزينكم ايش ذا؟ اربط جزماتي والله. يا جماعه بصراحه المكان مره حلو. وينتر جاردن مره واو، بس الموسيقى ازعاج. الموسيقى مره ازعاج. الاجواء خيال يا جماعه واو. يا جماعة بندخل بيت رعب الحين. المكان مرة رعب. دخلنا بيت الرعب. دقيقة. أوه. تراني شفت واحد ورانا. سويت نفسي مجنون. بيخرجنا الحين. ألعب هذه اللعبة. هذا هو الشوكليت يا جماعة. تشوفون كيف؟ يا جماعة شوفوا هذا بان كيك. ندوبه الحين. غيم كنا ناكل غيمة. مرة حلو يا جماعة، انصحكم فيه. يا جماعة ما ادري ايش صار، الزبدة اني بشرب الحين. ما شربت اصحاب.
يقولون التصوير ممنوع والعب حلو وتحمس يا جماعه بس يا اخي ما قدرت. يلا عوافي المره الجايه اصور ان شاء الله. عيال الفيلم واو. انتهى اليوم الدراسي الحمد لله يا جماعة. اليوم احد يا جماعة وانتهى اليوم الدراسي الحمد لله. كان يوم مرة حلو بس مليء بالهواجيس. انا ما ادري ايش اسوي صراحة، والحين غفوة ما بعد المدرسة وبس. والله اليوم مرة كثير عرفوني في المدرسة، مرة كثير يا جماعة. انتوا تعرفون كيف مرة في الفسحة في الطلعة اي مكان كلهم يجوني. يا ولد يا جماعة أغانيهم بتجبلهم بس عوافي. أفلام تركية أغاني إعلانات. أنا شكل حقهم جبار يا جماعة، ترون كيف؟ ما عليكم من القضمة، قضمها التبن اللي جنبي صح؟ لا القضمة هذي شو اسمها؟ عظة. اوكي طيب ما خليني ساكت بس. الوافل مرة طب قلبي خربت انا ما جالس مع مدري من الصخرة العظيم. اكلها الزبدة يا جماعة. طب حلوة، طب قلهم رأيك حلوة؟ طب حارة كيف تاكلها انت؟
يا جماعة طعمه كنا عجينة، أنا ما أدري ليش طعمنا تشكلت كنا عجينة صح؟ كان عجينة ما أدري يا جماعة. يا عيال هذه العمارة توه تنبني يا عيال، شوف كيف المكان مرة هذا والأشجار ها؟ والله مرة واو المكان، شوفوا كيف تفهم كيف الأشجار يا جماعة. أوه المكان توه جديد طبعا، شوف شكلي والله حلو المكان، والله ما توقعته توه ينبني ترى. مش أطلب مش أطلب دبل توستر كم؟ أنتظر الطلب. يوم ذا كري قصد بالله والله كري، من هو ذا؟ كلهم كثر لي كاتشب، قال نو 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 باي ذا ماني باي ذا ماني كذاب والله، يعني أعطي فلوس ترى هذا يسب ذا، شوفوا هاي يقول هذا كري والله، هذا كري مره ترى ايش تبغى؟ والله مدير انت ما اعطيني كاتشب بس ها؟ هذا ازعج امنا منفس ذا يا اخي، ازعجتنا ازعجتنا ازعجنا ذا، شوف كيف ريجي طاح يا بابا. صقر وش صقرك يا قلبي؟ طب ليش ما دو 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 احرجك الله انه احرجك والله والله عذبته عذبته والله نوله والله والله عليه زغاريط بالله من جد زغاريط ولا متلك شوف كيف انا الان طالع بنروح نسوي لنا فعاليات بنستانس اليوم خلوكم معي بالفلوق ونسيت اقول لك في 3000 كم باقي بيجي اهلا وسهلا ومرحبتين، انا في الحوش كالعاده يعني المقدمه الثانيه وانا في الحوش، الفلوق الاخير يا جماعه قلت المقدمه هذه حقتي وانا في الحوش والمره في الحوش، يعني انا ما ادري ايش اسوي يعني اسبوعين وتغير كل شيء ما ادري ايش صار. السلام عليكم يا جماعه، الشوق مليون مليونين مليار تريليون انا ما ادري يا جماعه كم الشوق، لكن مره مشتاق لكم يا الزبده يا جماعه، مرة مشتاق لكم ولي كم ما صرفت معاكم. رجعنا اليوم يا جماعة في الجلسة الشتوية، يعني جماعة جلسة حوش فروة شاهي جماعة، ترى هذا شاهي فخار، شوفوا اسمه فخار هنا تشوفون مو باين بس يا جماعة انه مكتوب هنا شاهي فخار كذا بيناه كبه، اذا بينته بكبه كذا الزبدة يا جماعة، ان الشاي مرة بارد انا ما ادري ايش اسوي. ادري يا جماعة اني مرة ساحب عليكم هالفترة، بس يا جماعة كم مرة أقول لكم صراحة يا جماعة بهالأسبوعين رحنا وينتر جاردن تعبت، جتني كحة وللحين فيني تعب وللحين ترى فيني كحة، طبعا لازم يا جماعة أتكلم عن وينتر جاردن اللي رحنا لها يا جماعة، من جد استمتعت في وينتر جاردن مو طبيعي، مرة حلوة. بعدين ترى أنا يا جماعة يا أخي ترى في وينتر جاردن ما أنا جاي ألعب، جاي والله يا جماعة أني أشوف الأماكن وأصور. والله يا جماعة لعبت العاب مرة كثير، بس يقولون التصوير ممنوع مو راضي تصور لانه العاب كيف نزل في جوالي، وحاولت اني بعد اهربه بس ما قدرت شافوني. ويا جماعة اذا صوتي مرة قصير والله ما ادري ليه، اتوقع اني في الحوش مع البرد انا ما ادري ليه صراحة. حتى ضحكة تغيرت دقيقة. المهم يا جماعة والله يا اخي تكفى، الله يسعد قلبك تكفى، اشترك هالمرة بس والله بتشوف اشياء في قناتي مو طبيعيه، بس اشترك تكفى اشتراك، بدخل 10000 مشترك يا اخي تكفى. وان شاء الله يا جماعه بسوي جدول للقناه، بنزل تقريبا كل اسبوع كل 3 ايام كل 5 ايام فلوق ان شاء الله يا رب، احاول والله بسوي تحديات قريب ان شاء الله بتعجبكم. رحت فيلم مندوب الليل ترى يا جماعه قبل تقريبا اسبوع من الان، مره واو يا جماعه الفيلم والله، ما ابغى احرق عليكم ما ابغى اقول لكم انه مرة وفيه احداث ما راح اقول شيء، بس يا جماعه الفيلم واو 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 يا جماعه، اول ما نزل انا تابعته يعني اول يوم له انا تابعته على طول، احداث وافكاره مرة حلوه، انصحكم تتابعونه برضو يا اخي. ودي اسوي السلسله في القناه والله ما امزح، ضحكتي غريبه يا جماعه وش فيه والله ما ادري يا جماعه، اللي ما جاء انستغرام وش تنتظر تكفى؟ هذا انستغرام يا تعالي بسرعه خلنا نسولف هناك، تراني يا جماعه قاعد ابثر في الانستغرام مره قاعد ابثر هناك، تعالوا تكفون كلكم تجون في الانستغرام حقي بليز عشان ما اعصب.